نهدف إلى الحصول على مراكز عالية في مؤسسات الدولة، نهدف إلى الحصول على أحد المناصب السيادية، كما ونهدف إلى المشاركة بوزن في مجلس الوزراء يتناسب مع نسبتنا في الانتخابات ومع نسبة شعب كردستان. Well, I am working now with Mr. Jaafari in the presidency of the Republic. As a man, I can work with him, but to decide who will be the Prime Minister of Iraq, this needs still time. This needs the agreement of all the component of the Iraqi people. العطلة مو نظامية، العطلة الخميس والجمعة على أساس سبيت عطلة يهودية نزلوا الصليب على القرآن، ما يصير هيك شيء، ما يصير. صورت لا الدم هيك وقف عليه تصوير مو هذا بالفيديو صور ما يصور بالكاميرا Shout out to the